جف النوم عيني لا ولا عاد زارها لذي ذلكرى تبعده عني أفكارها تصاحبني الذكرى بتذكار حيها أوقف على أطلال زاد اندثارها. السنة توفي الوالد عام 73 وأذكر الوالد في السنة الأخيرة ذكر جيد يعني وهذه هي الفترة فترة جمع شعر الوالد هي بعد وفاة الوالد تقريبا. أنا كنت أحفظ أبيات كثيرة في الشعر العربي. الأمير محمد قال أن ديوان الشيخ جاسم محمد قريته فسألني الأمير تحفظ شيء من قصيدة وعديت عليه قصيدة كاملة وأعجب فيها الأمير وتغير الحديث والأسئلة معي.